طبعا فرقة الأطيار رقم 8 بس الأطيار تحية قوية. فرقة الأطيار رقم 8. الآن ناريس. باي. أسامة سهاني، ساعتها
صراحه عجبني اللوحه التعريفيه للفيلم. طبعا هذه الشغل اللي قاعد اشوفه والعرض اللي قاعد اشوفه على المسرح لوحه تعريفيه على فرقه ناري جميله جدا. اهليكم ابداع في ابداع يستاهلون تحيه. طيب يعطيكم العافيه.